خلينا نبقى واقعيين، كان بيراميدز بعيد عن المنافسة على بطولة الدوري المصري، وكان كله بيتكلم ان بيراميدز هو اللي هيحدد مين بطل الدوري سواء ماتشاته مع الزمالك او مع الاهلي. الموضوع اختلف تماما دلوقتي، بقى كل واحد بيتحكم في مبارياته، بيتحكم في نفسه، واعتقد ان بيراميدز طمع بشكل كبير في الفوز ببطولة الدوري السنة دي. لا انا بقول طبعا ان احنا طول الفتره اللي فاتت دي عندنا لسه امل، عارفين ان المباريات المتبقيه بتسمح ان احنا ننافس وان احنا لسه عندنا امل. وزي ما قلنا يمكن عادتنا مع اللاعبين في الفتره اللي فاتت والجهاز الفني واحنا كمسؤولين اداريين قلنا ان متبقي لينا 7 مباريات، ال7 مباريات دول مهمين جدا، كل لما بنحصد النقاط بقوا 6 دلوقتي. انت عندك الزمالك، عندك الزمالك والمصري والمقاصة والداخلية وادي دجلة النجوم. بالظبط بقى 6 دلوقتي، لكن بتكلم من اول ما وصلنا حتى للمباراة السابعة وقبل كده قلنا ان كل مباراة بنفوزها بتقربنا بشكل كبير لهدفنا، وفي نفس الوقت عندنا اهداف متعددة، بجانب ان من فترة طويلة جدا انت بتقول ان بيراميدز بعد شوية وبعدين قرب، لكن خلينا نقول ان نجاح كبير جدا لنادي بيراميدز ان كل ما كنت بتتكلم عن المنافسه السنه دي بتذكر نادي بيراميدز، يعني على طول كان بتذكر الاهلي، بتذكر الزمالك، بتذكر الزمالك، بتذكر الاهلي، بغض النظر عن مين الاول، لكن الاسماء دي كلها كانت بتتذكر ومعاهم بيراميدز، فده طبعا نجاح كبير جدا لينا. وفي نفس الوقت انا بقول البعيد جدا واللي مداه بعيد، النهارده بتحقيق فوزنا على النادي الاهلي، اللعيبه بتؤمن باشياء كثيره جدا 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 كنا عاوزين ناكدها جوه اللاعبين وتبقى راسخه جواهم ان احنا دي موجوده عندنا، القدرات موجوده عندنا والامكانيات موجوده عندنا، وده اللي كان بيشغل مجلس الاداره كله، المستشار تركي آل الشيخ ومجلس الاداره اللي موجود، واحنا كمسؤولين تنفيذيين كلنا كنا بنفكر ان فوزنا النهارده هيساعدنا بشكل كبير جدا، فالحمد لله على الفوز طبعا كان له اثر ايجابي جدا. حضور